التالي الذي يدور في الجامعات، وليس كلام مرسل نطلع من الحلقة في الآخر بكلام مرسل، لا المجتمع استفاد بالحلقة ولا حد استفاد بيها. احنا عاوزين نطلع من هذه الحلقة مستفيدين بحاجات كتيرة جدا ونقاط كثيرة جدا. طبعا يا ريت. فهنبطل الكلام المرسل اللي الناس بتقوله ده كتير، ونتكلم في الصميم. أيوة، ولا نجمل القبيح ولا نقبح الجميل، احنا نتكلم من الواقع الفعلي. تعالي نمسك حضرتك الواقع الفعلي بيقول ايه الآن لدى الجامعات المصرية. البروتوكول الذي وقع بين وزارتي التعليم العالي ووزارة الداخلية، أما حضرتك تقريه تلاقي إن حماية أي جامعة في مصر، إن الأمن في حمايته لأي جامعة في مصر أمر عسير، خاصة أن مجلس النواب الانتخابات قادمة وستنشغل الشرطة بكل قواها في انتخابات مجلس النواب. مجلس النواب هتبقى موجودة، ولازم المجهود الأعظم للأمن هيروح هناك في الوقت اللي حتى الاتفاقية اللي معقودة من أيام الوزراء السابقين الإخوان كانوا حاطين اتفاقية تمنع دخول الشرطة إلى الجامعات. بس البروتوكول ده فعل بالفعل، ودكتور أسامة العبد كان من أول الناس اللي نشدت الشرطة وقالت وفقا لهذا البروتوكول اتفضلوا أبواب الجامعة مفتوحة والداخلية تدخل. بالظبط، وحملوها في رقبة رؤساء الجامعات. تعال بقى نشوف لما حملوها رقبة رؤساء الجامعات حصل إيه. يعني الشرطة ما تخشش إلا بإذن. الشرطة لو أنا بيتي في حريقة الآن تاخد اذني عشان تخش تطفي الحريقه؟ لا طب الشرطه القانون بيجبرها ان تخش اي مكان في مصر حتى لو رئاسه الجمهوريه بدون اذن، اذا كان هناك ضروره تعكر صف الامن القومي او حريق او 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 الى اخره. بيت بيتهدى بنستنوا يستاذنوا اصحابه عشان يروحوا يشيلوا قطعه الانقاض. لا الشرطة تمنع الجريمة قبل وقوعها. لا، وهي مكلفة في الدستور، وهي مكلفة بحماية الأنفس والممتلكات. لكن حكاية أن الشرطة لا تدخل إلا بعد القتيل ما يتقتل عشان تقول لي بيها في حقه. لا طبعا. فكان اللي بيحصل كده، الشرطة تستدعى بعد من تجاربنا. كلية التجارة اتحرقت، كلية الزراعة اتحرقت، كلية التربية اتحرقت، مركز الهندسة اتحرق في دقايق على ما قالوا للشرطة خشوا كان ده كله اتحرق. والازهر هدم وبني، والاسوار اللي اتهدمت وبنوها تاني. ايوه، الاسوار اللي بيقولوا عليها، يعني انا سمعت رئيس جامعه القاهره في حوار معه بيقول عملنا اسوار حديديه لا تخترق الرصاص. احنا عملنا اسوار كده برضو، والله العظيم وقعوها يا فندم. احنا كنا بنصور على الهوا الاسوار. أيوة. الاسمنتيه اللي حطيتوها في جامعه الازهر وهم كسروها. بيخترقوها ويكسروها كسروها واخترقوها. اذا احنا دلوقتي امام ان الامن سيكون عسير، انه امر عسير جدا انه يحمي الجامعات وخاصه انتخابات مجلس الايه النواب. نمره اتنين، الناس اللي بيقولوا ادخل الجامعه بكارنيه او اقف علشان ان ادخل الطالب الاخوان امنعه، هقول لحضرتك انا بتحدى اي جهه امنيه او اي جهه جامعيه انها تستطيع تمنع اي طالب سواء مجرم من كرداسة اللي بيأجروهم، سواء من إخوان الشياطين، سواء أي طالب إن يخش المدينة الجامعية أو يخش الحرم الجامعي. ليه؟ 300-400 طالب داخلين مسلحين، ماذا يصنع بتاع الأمن الإداري اللي الراجل اللي عمره ما شاف أمن ولا يعرف عن الأمن واقف البطولة كده؟ ماذا يصنع؟ يبقى أنا حطيته في ضعف حنك السابع. عملوا فيهم إيه؟ سحلوه، ضربوا، ده في واحد لغايه الان بقى له سنه في المستشفى، كسروا تكسير من الامن الاداري لجامعه القاهره ولا جامعه الازهر. كسروا تكسير، يعني عين احنا حطيناهم غلابه عشان يتقتلوا وينضربوا وينسحلوا بالاضافه